فيصل سأل هي الكرة فين؟ والله انا عجبني فعلا التقرير ده، وطبعا استاذنا فيصل يعني رائع يعني في سؤال الكوره، وده ياخدنا للحوارات اللي دايره دلوقتي. الكوره في النادي الاهلي يا كابتن، والنادي الاهلي هو اللي بيحافظ على ما وجه كره القدم المصريه، مش بس محليا كمان قاريا. لان لما تيجي تبص الفتره الاخيره المنتخب من 2010 مش متواجد، النادي الاهلي هو اللي متواجد في الساحات الدوليه، هو اللي متواجد على منصات التتويج، هو اللي متواجد في البطولات القاريه، في كاس العالم، في الانتر كونتيننتال. بقول بوضوح شديد، النادي الاهلي ومحمد صلاح وبعض المحترفين المصريين بيحافظوا على ما وجه كره القدم المصريه من العشوائيه والضبابيه اللي احنا بنشوفها الفتره دي، واخرها الازمه اللي انا محتاج يكون التناول بشكل واسع ليها، وازمه التحكيم. لان البعض خد جانب الدفاع عن الحكم، والبعض خد جانب الخطا التحكيمي لصالح نادي ضد نادي، والبعض خد جانب انتوا ليه شايفين ان اللي سرب فيه مشكله. والحقيقه هي المشكله في كل الوجوه دي. في فرق يا كابتن ما بين خطا تحكيم نختلف فيه كخبراء تحكيم ونسمع خبراء تحكيم بيختلفوا فيه، وفي فرق عن خطا ما فيش فيه تطبيق قانون. خطا قانوني. قانوني. في الاجراء. عاداتنا دايما بنتكلم في النقط اللي زي دي، والغريب ان كل ما بنتكلم في النقط اللي زي دي عمرها ما كانت لصالح النادي الاهلي. يعني لما حصلت في اجراء فاول رامي ربيعه في البنك الاهلي كان ضد النادي الاهلي وضد مصالح النادي الاهلي، وحرم النادي الاهلي من 3 نقاط، وامور كتير جدا تلاقيها بنفس الشكل ده. طيب الفكره فين او المشكله فين؟ في الحكم ولا في اللي سرب؟ المشكله في الاثنين. ليه المشكله في الاثنين؟ لان انت المفترض كحكم لا تخضع لاي ضغوط ولا تخضع لاي لون تيشرت مهما كان. اهلي بيلعب، زمالك بيلعب، طالما انت شايف كوره القانون بيقول فيها كذا، وانت ادراكك ووعيك وفهمك للقانون رايح للسكه دي، لازم تحتسب الخطا. التسريب اللي حصل بقى بيتلعب فيه شغل، انا شايف ان شغل جبهات وذكاء. بمعنى ايه؟ محمد عادل حكم كان كويس جدا، ولكن عنده مشكلات في بعض الاوقات، والمشكلات دي بيتم معالجتها بشكل خاطئ منه هو شخصيا. شاف ان التسريب فيه مشكله، راح في التحقيق قال ان ده مش صوتي، ده اتعمل بالذكاء الاصطناعي. فبدانا نروح لسكه تانية خالص. لا هو ما قالش كده، قال مش صوتي ومستعد اوصل للنيابه. لا هو ما قلتش كده. هو قال ما قلتش كده. تمام. هو الاستاذ الكابتن جمال صدقي المفترض اللي هو شخصيه محترمه جدا طبعا وحكم كبير طبعا. لما يجي يحقق اكيد هو استمع لمدار داخل غرفه الفيديو. فالمفترض لما يتقال ده مش صوتي يكون هنا الشفافيه فين بقى؟ انا كمتلقي ممكن نروح لان محمد عادل قال الجمله اللي قالها الميدو سلامه الحكم، او ما قالهاش زي ما هو انكر. انا هنا بقى دوري كمتلقي اللي هي الشفافيه، اصلا تقنيه الفيديو مبداها طيب. الشفافيه، فبالتالي المفترض ده يتم اعلانه طيب. عن الراي العام. طيب كان كلاتنبرج بيجيب المحادثات ده حقيقي، وبيطلع يتكلم ويتكلم بوضوح. تم هتك عرضه امام الملايين وعلى الشاشات ولم يتحرك احد، ده حقيقي. الراجل راح مقرر قال لك يا عم حق برقبتي سلام عليكم، مالي هالشغلانه. وخد فلوسه كلها طبعا، خد فلوسه كلها من اولها. لا طبعا وحقه، ما حدش يقدر يتكلم يعني في هذا الامر. يعني هل الحل انه احنا دلوقتي امام ديبيت، امام جدل؟ محمد عادل قال لك انا ما قلتش، اسامه بيقول لا ده قال بس ان ده ذكاء الاصطناعي، وعادل قال لك طلعوا لي التسجيل، والبعض قال لك احنا عندنا التسجيلات. طيب الحدوته ما هو نرجع تاني زي الاول زي ايام كلاتنبرج يطلعوا يقولوا يجيب المحادثات، وده بيحصل ده في طبعا. اوروبا مش بيحصل، ده في اوروبا بيسمعنا طبعا. المحادثه بعد المراجعه طبعا. وكلام الفار والحوار اللي مش عارف ايه كره كذا طبعا. ويعلن القرار. الحل ايه في قضايا خلافيه زي دي؟ عجبني كلمه اسامه انه ممكن تخطئ في قرار، لكن لا يجب ولا يصح ان تخطئ في القانون. ده حقيقي. وانا عايز اخد من كلام حضرتك واربط بسؤال، هي الكره فين؟ الكره بترجع لورا. يعني انا بشوف الطبيعي في العالم كله انت بتتقدم عندك اخطاء بتعالجها، بتعالج الاخطاء دي عشان تروح لحته احسن. الا في منظومه التحكيم المصري بل والرياضه المصريه بشكل عام انت بترجع لورا. انت بدل ما بتروح لخطوه تبني عليها، انت مش بس تروح لنقطه الصفر، ده انت بترجع لأسوأ وبتعمل عكس. بمعنى كلام حضرتك اللي يخص مبدا الشفافيه التحكيميه، احنا دلوقتي بنشوف صفحات الاتحاد الانجليزي لكره القدم عامل البريمير ليج، عامل الرابطه عامله صفحه خاصه بالحكام من خلال الاتحاد، لان برضو التحكيم هناك تابع للاتحاد. لحظه بلحظه
زي ما الانجليز بيقولوا كده فريم باي فريم. نعم. وانت شغال شايف اللعبه دي ايه، انا مش هسيب جدل، انا بنزل على الصفحه الرسميه القرار كذا وحصل كذا والحكم الفار قال كذا واعلن كذا. طب احنا كنا رايحين لحته كويسه، وانا عايز اروح برضو الحته اللي حضرتك قلتها، ما حدث مع كلاتنبرج هو تقريبا الجميع واقف يتفرج. واخد من كلام كابتن توفيق السيد مع حضرتك، احنا جايين دلوقتي نقول كلاتنبرج كان راجل شغال وكان راجل كويس وكان راجل عايز يروح للتحكيم بحته كويسه، بس مشكلته انه ما كانش قاعد، ما انا اجيبه اقعده، ما انا اجيبه اقول له بدل ما لا 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 عشان انا شاهد. نعم. انا اصل انا ما فيش الحاجات دي ما تعديش عليا. هو الراجل جه قال لهم انا كونسلتنت مع اليونان، ما كنت هقول لحضرتك ومش هبقى موجود، فانا هبقى كده، عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ قالوا انه عاجبني. صحيح. يبقى الجوب ديسكريبشن اللي انت حطيتها الراجل بالظبط كده بتقول ان هو وهو جاي كان مرتبط بالاتحاد اليوناني لكره القدم، وانت جبته كمستشار زي ما حضرتك قلت او ليه بعض الدور في تطوير ووضع اسس عامه او اطر عامه. طب انت عايز تغير، كنت تعالى قول للراجل ده انت عايز تعمل ايه. طب ايه اللي كان بيحصل في كلاتنبرج واحنا رحنا لقدام ولا لورا؟ كلاتنبرج اولا فكره الشلاليه واللوبي، هو عمل ايه؟ دور محادثات الفار يا جماعه هي مش مهمه بس في قصه ان هي مكاشفه للجمهور يعرف ايه اللي حصل. لا طبعا كابتن شوبير حضرتك عارف لما الحكم يبقى عارف ان محادثات الفار بتتذاع وبتتعرض واللي دار ما بينه وبين حكم الساحه موجود، أيوة. ده هيبقى عنده 100 تفكير و100 تحفظ قبل ما ينطق كل مره، قبل ده حتى قبل ما يقول قرار او يقول كلام او نعم. يبرر اللعبه بوجهه نظر غير فنيه فيها حاجه عكس اللي اسامه قاله اللي هو قانون. نعم. فبالتالي هيعمل حسابه. لما بدا الراجل يجيب في المباريات الكبيره حكام اجانب صفوه، الراجل كان بيجيب مارشينياك، الراجل كان بيجيب الناس اللي بتدير نهايات كاس عالم وبتدير مباريات كبيره جدا. صحيح. الراجل لما الناس قالت له، وانا اسف انا ضد الفكر ده اللي هو اصل حكامنا المصريين والثقه، يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، انا بدي حافز والناس تتعلم من الحكام دول والناس تشوف الحكام دول، انا مش بدير دوري بالكامل بحكام اجانب، انا بقول الناس دي الحكم اللي بيدير نهائي كاس عالم اقعد اتعلم منه استفيد. لا عملنا ايه؟ عملنا شله استبيح تم استباحه الراجل في زي ما حضرتك قلت في سمعته، الراجل طلع في الصحف الاجنبيه وفي انجلترا كابتن يتكلم، محدش بص ان منظومه الكره المصريه بتهان. لما يطلع الراجل يتكلم عن الرياضه المصريه ويقول ان هو تم التعرض ليه ولاسرته وتعرض لتهديدات واتحاد الكره لم يحميه، الجمله دي صعبه قوي. اتحاد الكره ما قدرش يحميه، فبالتالي احنا كنا عايزين نروح لقدام ولا نروح لورا؟ لا احنا كان عندنا مشكله مع الراجل اللي بدا يحط حاجه صح التحكيم وبدات يحصل الشله، لدرجه ان انا اسف يعني انا بشوف من ساعه كده مواعيد على التحكيم كابتن جمال غندور وكابتن عصام عبد الفتاح. نعم. هم اتفقوا على حاجه واحده بس، الا يتفقوا. الاثنين اتفقوا على الا يتفقوا. اذيك من شعر بيت؟ طبعا. انا قعدتهم مع بعض 3 مرات. تمام. وانا اللي بغرم. يعني يا كابتن ما طلعوش بيحبوا بعض زي ما قالوا لنا وهم قاعدين مع بعض؟ لا انا قعدتهم مع بعض عشان كان في خلافات، لا يطلعوا من القعده 100 فل و14. تمام. قسما بالله ما يفوت 3 ايام. والا لا الدنيا تشتعل تاني. طب ايه الحاجه الوحيده اللي اتفقوا عليها؟ ازاحه فكره الخبير الاجنبي. فاحنا انا شايف ان هنا الموضوع لا يمكن ان يوكل لا اعضاء لجان التحكيم ولا اللي بره ولا اللي حلو.